الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. شهادة المولى سبحانه وتعالى بوحدانيته لها علاقة بمفهوم التوبة والاستغفار اللي احنا بنتكلم فيه. زي ما قلت لحضراتكم، لو انت عارف ان ملكش إلا المولى سبحانه وتعالى، ملكش غيره، هترجع له وهتوب إليه مهما اتكعبلت، مهما ضليت الطريق، مهما حسيت ان انت كنت بعيد. انت دايما قريب بكلمة صغيرة وفعل صغير. ليه قلت فعل؟ عشان أكد على المعنى اللي دايما بنأكد عليه، ان التوبة مش مجرد كلام. عشان الناس بتفتكر ان هو ربك رب قلوب، قلت انا توبت مش هعمل كده تاني يا رب، خلاص توبة ودي النوبة، الكلام اللي احنا متعودين نقوله كده في اقل من دقيقة، ونصبح تاني يوم الصبحية نكرر نفس غلطاتنا، لانك ما توبتش، لانك قلت وما اشتغلتش. ويمكن كلمة قلت دي بتفكرنا دايما بكلام المنافقين، اللي على فكرة من ضمن رحلتنا في الحلقات دي ان احنا هنتكلم عن شهادتهم لما هم افتكروا ان الموضوع كلام، وهيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا احنا بنشهد انك رسول الله. هنقارن بين شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة اولي العلم وشهادة المنافقين، وهنتكلم ايضا عن شهادة كل ذرية ادم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أسئلة كتيرة جدا متعلقة بموضوع الشهادة، بموضوع التوحيد. ولو أفكر حضراتكم كده بسرعة، ليه التوحيد مهم؟ ليه التوحيد مهم في حياة المسلم؟ ليه الشهادة دي مهمة في حياة المسلم بل وأيضا وغير المسلم وغير الموحد؟ يعني ببساطة كده، الشهادة دي هتبقى حاجة جميلة جدا بالنسبة للي آمن بيها وشهد بيها، وهتبقى حجة وشهادة على اللي كذب بيها ولم يشهد بالوحدانية والتوحيد. ازاي تكون من ده وما تكونش من ده؟ هو ده الهدف من كلامنا النهاردة في طريق الهداية. برحب بحضراتكم مرة تانية، وارحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ أحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يستاهل. فاكر اسئلتي بتاعت الحلقه اللي فاتت؟ وكذلك جعلناكم اولها. طيب، وكذلك جعلناكم امه وسطا. نعم، لما قلنا ان ازاي يعني اخر ام قلنا لا الاول، بس هفكر الناس بان احنا قلنا ان الشهيد مش اللي مات في الحرب. ده انا هاخدها، طبعا هاخدها دي، انا عايز اكد على نقطه فيها. لتكونوا يعني شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاحنا ازاي هنشهد وازاي الرسول هيشهد، لكن ازاي احنا امة وسط طالما ان احنا الامة الخاتمة. نعم، وكلمة وكذلك معناها ان في مثل ضرب. نعم، وكذلك احنا خليناكم امة وسطا زي ما عملنا كذا. ايوه، او زي ما في كذا. ايوه، ايه هو هذا الكذا؟ ايه هو هذا المثل الذي ضرب؟ طب نسمع الايات ارجع لنا بقى كم آية. ما هي وكذلك اكيد جاية على الايات السابقة. يعني ارجع اربع ايات حالا. البقرة 143، عايز ترجع قبلها؟ عايز ارجع حوالي يا ثلاث ايات يا اربع ايات ان شاء الله، عشان ابين لك. من اول قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى؟ قل اانتم اعلم ام الله، ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللي بعد كده وكذلك، لا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بس هي مرتبطة بدي. قل لله خلاص كده، المشرق والمغرب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيوه، عايز بقى نزيع من أول فين؟ اللي انت قلته. قل أتحاجونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجونا، انظر إلى هذه المحجة بقى هتفهم، ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. نعم. طبعا كل ما بنسمع آيات جديدة فيها شغل جامد والله يعني. في سورة البقرة. حتى في الآية اللي أنت كنت عايز تاخدها قبل كده إن الدين عند الله الإسلام لأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كل دول مسلمين لله ودي قضية خطيرة من أخطر قضايا القرآن. في موضع تاني في القرآن ربنا بيقول لهم طب أنتوا حاججتم في لكم فيه علم. ليه فلما تحجون فيما لكم فيما ليس لكم به. نعم. طبعا انا هاخد بس يعني هنبسط خالص بس قول اسال سؤالك عشان طيب اسهل شويه على الناس لان طبعا لو اشتغلنا الايات بالطريقه دي هتتصعب شويه لكن احنا ان شاء الله هناخد اول تعلق على طول. طب اول ملحوظتين بسرعه كده قولي وانا بسمع الايه 143 في سوره البقره. اتفضل. اولا ان كلمه وسطا ما جاتش في القران الكريم الا هذه المره مره واحده طبعا. الملحوظه الثانيه إن في نفس الآية رقم 143 اللي بيتكلم فيها المولى سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الوسط. نعم. فيها ذكر القبلة. طبعا. والقبلة هي مكة. ده أول بيت وضع للذي أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. والعلم الحديث يثبت أن مكة والبيت هو وسط الكون وسط الكرة الأرضية وهو مركز الكرة الأرضية بحيث ان انت لما تاخد دوائر كده هو متوازية تبقى مكة والكعبة والبيت الحرام في مركزها في السنتر بالظبط. تمام. هل ده برضو صدف من قبيل الصدف؟ لا مش صدف. لا طبعا مفيش صدف. يعني الملحوظتين دول قولي كده سبحان الله وانا بسمع معاك الآية. لكن ارجع اكرر اسئلتي تاني عن ازاي احنا الامة الوسط رغم اننا الامة الخاتمة. نعم. وكذلك ايه هو المثل كذلك جعلناكم أمة وسطا زي ايه؟ دول برضو سؤالين عايز اجاوب عنهم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. طبعا انا متهيألي والله اعلم انا مش ما بفتكرش كويس وان احنا كنا اشتغلنا الايات دي ايام ما كنا اشتغلنا حلقات خاصه عن القبله متهيألي. لكن يعني من باب الذكرى او من باب التذكير نتكلم. اولا لما تسمع وكذلك جعلناكم يبقى في مثال مضروب واحنا وده زي ده. انا بقولها بالبلدي خالص يعني. طبعا انا هاخد اخر تعلق هو في تعلق قبل كده بس انا هاخد ده اقرب للناس واسهل. بيقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
رد انت يا محمد صلى الله عليه وسلم لله ايه المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هنا طبعا الكلام هنا بلازم المعنى والمراد. يعني ايه يهدي من يشاء الى صراط المستقيم؟ اولا لما تسمع انت وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا ايه لنعلم. هنا العلم علم اظهار، مش علم مش علم مش مش من المولى عز وجل هيعلم من تصرفنا او من تصرف المسلمين، او علم عن جهل يعني بعد جهل. علم ان مفيش حاجه مفيش رصيد في العلم، فلما يحصل التوجه هيبقى يعلم. لا، ده علم اظهار للعالمين او علم اظهار للناس، او ان شئت فقل علم مباهاة من الله تبارك وتعالى بالمؤمنين من عباده. لان لو انت فاكر زمان لما جه يخلق ادم كان رأي الملائكة إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم يقولون يعني إحنا إيه؟ إحنا كجنس أولى بتوحيدك وتأليهك. قال إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون من هؤلاء الناس من عهد آدم إلى يوم الدين من يوحد الله تبارك وتعالى ويقوم على دين الله تبارك وتعالى بمراد الله فيه. دي قضية حسمها الله تبارك وتعالى في الآية 30 في سورة البقرة لما جه يتكلم على وإذ قال ربك إني جاعل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا لما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنت بتسأل وسط إيه؟ أولا لازم أقول نقطة مهمة بالنسبة لمسألة اللي حضرتك ذكرتها علشان برضو حكاية الإعجاز العلمي والكلام ده. القبلة الثابت، ان على فكرة دي قضية ثابتة من زمان، ان البيت هو منتصف الكرة الارضية، وحتى يعني قالوا لو خدت مسقط رأسي كده يطلع على البيت المعمور في السماء. ده كلام مظبوط، بس هذه ليست وسطية، هذه وسطية. يعني في فرق بين وسط ووسط في اللغة. الوسط ياخد مسافة، الوسط ياخد سنتر، نقطة. فالبيت نقطة، انما احنا في ايه؟ في مساحة وسط الشيء. ايوه وسط الشيء، يعني لا افراط ولا تفريط. يعني احنا بين ايه؟ بين طرفين، كل طرف عنده برضو مساحة بينية. ودي مسألة مش هتهم السادة المشاهدين قوي لكنها مهمة في اللغة لازم نقولها. انت عندك انت كأمة اسلام بتقول لا اله الا الله، فأنت وسط بين من عددوا الآلهة ومن أنكروا الآلهة. يعني في ناس بتقول لا إله والمادة ومش المادة والطبيعة والكلام الفارغ ده، وفي ناس بتقول ثلاثة مثلا. يعني أنت وسط بين إنكار وتعدد، أنت تقول ده بيقول ما فيش وده بيقول ثلاثة، أنت بتقول إيه؟ لا إله إلا الله. فالوحدانية وسط بين إفراط وتفريط أو تفريط وإفراط. وأنت وسط في العقيدة، وأنت وسط في العبادات، وأنت وسط في كل شيء، أنت أمة وسط في كل شيء. فوسطيتك دي في التوحيد وفي العقيدة وفي المعاملات وفي العبادات يخليك إيه؟ لتكون شهداء على الناس. أنت تقدر بعملك، يعني خد بالك، لأن إحنا عندنا المشكلة على، ودي هتبان يمكن لما تحب أنت تشتغل حكاية إذا جاءك المنافقون قالوا، لما تحب تشتغلها هتلاقي إن في تحذير جامد جدا في القرآن من إيه؟ من مسألة إيه؟ النفاق. إن المنافق بكلمة قالوا استسهل المسألة. وأنا زمان قلت لك إن الكافر في قريش ما رضيش يقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه فهم أنه التزام، إنه لو قال لا إله إلا الله المسألة ما تقفش عند حد القول، إنما تتعدى إلى العمل، وهو مش عايز يلتزم، وهو مش عايز يبقى، فما قالش. في المدينة قالوها لا إله إلا الله، عايزنا نقول سهلة خالص نقول ما فيش مشكلة، بس توقف كلامهم عند إيه؟ القول دون العمل. دون العمل. وعشان كده المنافق القرآن وصفهم المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا كده ولا كده. يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهشرح لك ساعتها حالة المنافق بتبقى ايه، واللي احنا مش عايزين المسلمين يعملوا كده. ولذلك في سورة النساء، وانا ارجو ان انت لما تاخد دي تاخد سورة النساء معاها، بيوضح لك بعض اوضاع المنافقين، مش عشان يجرحهم او عشان يعيبهم، عشان احنا ما نعملش كده، عشان ما نبقاش كده.
والمسلم اللي يلاقي نفسه ماشي في هذه الأوصاف أو المواصفات لازم يعمل إيه؟ لازم يلحق يغير، لأن ساعات ال- 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 الرتابة في العمل تؤدي إلى إيه؟ الوقوف عند حد القول، وبعدين يبدأ يعطل وبعدين يتوقف، فاهم أنت؟ فدي قضية في منتهى الخطورة. يمكن هنا في ملحوظة مهمة هقولها قبل الفاصل ونكمل كلام بعديه، إن مهم جدا احنا نعرف اللي لسه حضرتك قايله ده اللي هو ربنا بيحكي لنا القصص اللي فاتت ليه الامم السابقه، ليه لما بيتكلم على قوم فلان او علان او من الانبياء والرسل وبيتكلم على تكذيب او على نقائص او بعض اخطاء غلطات في الفكر او في التلقي من الرسول للرساله هو بيحكي هذا، ما هم الناس دي خلاص ماتوا وراحوا لحالهم وحسابهم على ربنا على الله سبحانه، لكن بيتحكي لنا هذا الكلام ليه في القران عشان انت ما تعملش زيهم بالظبط، لان كان برضو جات لي اسئله لما القران بيتكلم كتير ليه عن مثلا بني اسرائيل ليه بيتكلم عن اليهود كتير، ليه ساعات بيتكلم عن النصارى كتير، لما بيتكلم عن اخطاء اتعملت ان هذا الفكر صح هذا الفكر غلط دي ايجابيه دي سلبيه، هل عشان يعني مجرد ان احنا نعمل عمليه هجوم على معتقدات الاخرين؟ لا، ولا ربنا بيقول هذا الكلام عشان احنا لنجتنب نحن هذه الأوصاف أو الصفات مش يعني ونبتعد عنها. إذن القرآن في هذه النظرة ليس دعوة صدامية مع أهل العقائد الأخرى ولا للتحقير من معتقداتهم، ما كانش ولكن تنبيها لأمة الإسلام لا تقعوا في مثل هذه الأخطاء. ما كانش أفرض صورة تتضمن مقلوب المعنى حضرتك بتقوله وانتهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام كان على لسان الرسول بقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى في طريق الهداية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة عشان حاجتين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس الأول بمنطقنا، ولا الرسول هو اللي شهيد علينا الأول؟ يعني خاطر ده جه في ذهني سبحان الله والآية بتتقري، كأن من مخ البشري لو جه يرتب بيقول ان الرسول يبقى شهيد الاول على الناس عشان يشوف مين فيهم اللي صح ومين اللي غلط، والناس الصح هي بقى اللي تكون شهداء على بقية الامم. لكن الترتيب القرآني سبحان الله كان العكس تماما، لتكونوا شهداء على الناس هذه الامة الوسط ويكون الرسول شهيدا عليكم. عليكم شهيد. ليه؟ ماشي. شوف انت بتفكر كويس قوي، لان اللي انت بتقوله ده مناط الشهادة. انت قلت، عايز اقول لك جملة، انت قلت معنى مناط الشهادة. تملي الشهادة بتبقى على ايه؟ لو انت خدت بالك من منطق اللغة في الشهادة، الشهادة على قضية مختلف عليها؟ مش كده، خد بالك عليها من سؤالي. لا ما فهمتش السؤال. خد بالك كده، حتى يقول لك ايه شهداء على الناس. انت جاي شاهد له ولا عليه؟ الشهادة هنا ماشية على فالمسألة اللي انت قلتها ده ترتيب صح، بس مناطه مقلوب. انا عارف ان كلامي صعب، هوضحه شوية. في قاتل خلاص، خد بالك في القانون عندنا او في القضاء عندنا بيبقى في شاهد اثبات وشاهد نفي. شاهد الاثبات ده عليه، وشاهد النفي ده ليه، يعني المتهم واقف خلف القضبان. شاهد الإثبات مقدمان نيابة عشان يشهد على ده على المتهم صح؟ وشاهد النفي جايبه المحامي، المحامي بتاع المتهم ده جايبه له يشهد لصالحه صح؟ يبقى تعالى ننقل الصورة دي ليوم القيامة، لما يكون انت شاهد على، يبقى اللي انت بتشهد عليه ده مقصر. ما انت بتشهدلوش، عارف والقرآن حجة لك أو عليك. لك لو أنت إيه؟ قريته وفهمته وطبقت اللي فيه صح؟ طيب وعليك؟ لو ما اشتغلتش أو هجرته. خلينا نقف هنا شوية. هقول تاني المثال بس عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا، لأن أنت فكرت صح. أنت بتقول إيه؟ المفروض الرسول يشهد عشان اللي شهد لهم الرسول أكيد هم اللي هيشهدوا صح؟ هي باينة. هو لتكونوا شهداء على الناس لن يتقدم للشهادة إلا العالم، إلا اللي عقرأ القرآن ولم يصلي ولا 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 دخل مسجد ولا سمع حتى القرآن، هيشهد مع أمة نوح أو أمة لوط إزاي؟
من بواقع ايه؟ منين جابوا جالوا العلم اللي يشهد بيه؟ ما هو خد بالك، احنا قلنا ده، احنا قلنا شاهد او شهيد في علم. قلنا لو الشاهد في المحكمه قال للقاضي انا سمعت او قالوا لي، هيقول له امشي. لازم يقول ايه؟ شفت وسمعت وعرفت، ايقنت يعني. طيب لما اكون شاهد له غير لما اكون شاهد عليه. فهنا الشهاده اللي في الايات كلها على لتكونوا شهداء على الناس، اي على من قصر من الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، اي على من ايه؟ من قصر منكم. خد بالك من دي. فاللي انت قلته معنى مقلوب المناط، يعني معنى مقلوب للايه؟ لان الرسول يشهد لينا مش علينا، للعلماء من الامه، الشهداء من الامه يشهد لهم الرسول. خد بالك انت في النقطه دي، ما انتش محتاج لشهاده الرسول. الرسول شهادته على، وانت شهادتك على. فالنقطه اللي انت بتتكلم فيها انت مش محتاج لها، لان اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هتقول ها ام اقراوا كتابيه، ما هو ده شاهد او شهيد، ده عالم. دي نقطه خطيره، ولذلك انت بتفكر صح. دي نقطه مهمه في الشهاده، في فرق بين شاهد الاثبات وشاهد النفي. يبقى الشهاده على هتبقى ضد المشهود عليه، ده مقصر. هنا بقى عايز اقف معاك نقطه، يعني كويس انها جت، لانه كان في حلقه ما اتذاعتش يوم ثلاث، وبعدين جابوا حلقه قبلها حاجه حصلت، فتعادت الحلقه بتاعت العلاج بالقران وجع قلب، هي وجع قلب كلها. فالمهم حد كلمني، فبيتكلم في مساله يعني الماهر بالقران، يعني انتوا لا، بيقول لك انتوا كلامكم مش مظبوط، ده اللي بيتتعتع بالقران خد بالك من الكلام احسن من ايه؟ من الماهر بالقران. شوف انا بس بقول لك الجمله دي، حطها في برواز كده وشوف الازمه اللي احنا فيها. يعني اللي بيكلمك وبيتكلم ايه؟ بمنطق، يعني عنده حجة، باعتبار ان يعني بيقول لك ده له اجرين عشان بيتعب، خد بالك. ايوه بيقول لك ده له اجرين، لكن الماهر ده ربنا اداله موهبه، فيعني خلاص كده العمليه سهله بالنسبه له. انا اسف ان انا هقول، يعني انا مضطر احكي، بس مش هقول يعني الالف، مش هقول مين اللي بيه. فالمهم اداني امام مسجد، قال لي اهو الشيخ بيقول. فقلت له قول يا شيخ، سمعني بقى. فقال لي ايوه، ما هو الماهر بالقران مع السفره ده اجر، لكن الذي يتتعتع فيه. قلت له هو الحديث بيقول كده الماهر بالقران، يعني الرسول بدا؟ قال لي اه، يعني الحديث بيقول كده الماهر بالقران مع سفره الكرام البرره والذي يتتعتع فيه. فواحد خد التليفون وقال لي لا، ده احنا بتتقال لنا ما بتجيبش سيره الماهر كمان، ده بيتقال ايه؟ الذي يتتعتع فيه له اجران. فالكلام ده في منتهى الخطوره علاء، لان لا الرسول قال دي ولا دي ولا دي. الرسول قال الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران وهو عليه شاق او يتتعتع فيه وهو عليه شاق في روايه اخرى له اجران. القضيه هنا مش في القراءه، القضيه ما بتتكلمش على القراءه. المسألة لو يا جماعة لو وقفت عند حد القراءة فهذا نفاق، لو انت ماهر بالقراءة فده نفاق. حط الحديث اللي قاله الرسول وافهموا كلام الرسول. الرسول بيقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، هنا مش بالقراءة. لو كان الكلام على القراءة كان قال ماهر بها، ماهر بتطبيقه بالعمل. ده 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 حاجه فائت الحدود. طب وهنا التعتعه تبقى في القرايه ولا في العمل؟ في التطبيق. الكلام مش على القراءه يا اخي. الذي يقرا القران وهو ماهر به، ماهر هنا مش بالقراءه، ده انت ماهر بالعمل، ده انت تقرا وتتدبر وتفهم، انت ماهر عملا مش ماهر قراءه. طب ما هو المنافقين اساتذه في الكلام، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، والقرآن حجة لك أو عليك. من ناحية القراءة القرآن حجة لك أو عليك، ده كان صوته حلو. ما هي دي، أنا الصوت الحلو أنا ماليش دخل فيه،
يعني اذا ربنا ارسل محمد صوته حلو او ربنا جاب محمد صوته حلو، علاء ذنبه ايه؟ علاء صوته وحش او العكس، علاء صوته جميل، انا ذنب انا ايه؟ انا علاء صوته حلو بس انا بطبق، مين احسن؟ اللي بيطبق. فدي قضيه انا يوميها يعني انا دماغي كانت هتقف ان امام مسجد فاهم الحديث كده، لدرجه ان واحد شد التليفون وقال لي ايه؟ قال لي لا ده مش على كده، ده احنا اللي بيتقالنا من اول التعتعه، يعني هم بيضللوا الناس حتى في المفهوم. الماهر بالقران، هو الرسول ما قالش كده يا جماعه، يعني الرسول ما قالهاش كده، انت فاهمني؟ يعني انت فنداء اهدي على اللي انا بقول لك ايه، كلام الرسول عالي قوي ومفهومنا احنا يعني دوني قوي وبنسفه الامور وبنتفهها قوي، يعني الماهر بالقران انت فاهمها قراءه دي تبقى مصيبه، لو انك انت عايز تقول ان الرسول بيقول الكلام ده دي مصيبه سودة. لان انا انت لو انت ملاحظني انا من كام حلقه بقول لك خد بالك ان المنافقين واقفين عند نقطه ايه؟ الكلام. قالوا، فالرسول بيقول الذي يقرا القران وهو ايه؟ ماهر به. خد بالك ماهر به يعني ايه؟ يطبق. ده مع السفره الكرام البرره. والذي يقرا القران وهو عليه شاق او يتتعتع فيه له اجران، ليه؟ لان هو بيقاوم حته النفاق دي، يعني هو بيطلع نفسه، يعني انا خدت كلام الرسول كان واحد عاجبه القران قوي بس نفسه عاصيه، ده لو غلب نفسه يعمل ايه؟ ياخد اجرين. وهل المعنى يستحمل ده وده؟ يستحمل القرايه والتطبيق؟ لا يمكن الاثنين. يعني اتحدى لان الرسول نهى عن، اولا خد بالك تكليف، شوف بقى شوف سؤالك ده استفزازي على فكره جدا وجميل برضه. لازم اوريك علاء، انت عندك 85 قران في القران، عندك 85 كلمه. اوعدك يعني بس عشان نخلص الموضوع ده الحلقه اللي بعدهم على طول هوريك علاء، انا هوريك يعني هوريك انه لا يمكن يجي عند القراءه مفيش كلمة قرآن. ها هم قالوا بعضهم قال انها من القراءة، واحنا يعني خد بالك اهل اللغة حتى منقسمين في المسألة دي، لكن اتحدى، شوف انا بقول ايه، اتحدى ان آية في ال 85 آية او انا عامل حصر او حتى آيات الكتاب التي تعني القرآن، لان خد بالك في كتاب موسى، في الكتاب كجنس، في ام الكتاب، يعني فاهم، في الفرق كل، اتحدى أن يقف المعنى في قرآننا وكتابنا ومنهجنا عشان يبقى الكلام واضح عند القراءة، أتحدى. إيه معنى يا علاء إنك تلاقي واحد صوته جميل وبيقرأ حلو قوي ولا يطبق، أنت هتقول عليه إيه؟ ملوش لازمة في الأمة، ده مثال سيء. أنت المهارة أو التعب في إيه؟ في التطبيق، في التطبيق، انتوا فهمتوا الحديث غلط، وساعتها هيطبق عليه التساؤل القراني، لما تقولون ما لا ايه؟ ده انا لسه كنت هقول والله الذي لا غلط، كنت لسه هقولها لك. لو المعنى كده فالقران سالنا، وانا عايز اخدها لك برضو مع ايه؟ مع النفاق، لان خد بالك مش من قبيل الصدفه ان بعد ما يخلص ايات النفاق يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مش صدفه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا، شوف بقى كده، كبر مقتا عند الله. اذا انفكت الجهه بين القول والعمل، ده شيء ممقوت عند ربنا سبحانه وتعالى، شيء مرفوض. فالمساله اللي بيتكلم فيها الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن انت حضرتك ما انتش فاهمه. اقرا يا عم الشيخ الحديث، واقرا يا اخي، اقرا كلام الشراح فيه. انا عارف ان المعاني دي في بعض كتب الشرح ما جاتش، لكن أتحدى أن يكون هذا هو مفهوم الرسول. لو أنت عايز تفهمني أن الرسول بيقول لي كده على طول كده الماهر بالقرآن، يبقى الماهر بالقرآن قراءة؟ لا، الحديث لو أنت خدته بالمنطق اللغوي ومنطق الرسول من القرآن لا يمكن يمشي بالمعنى اللي أنتوا فهمتوه. ولذلك بيقول الرسول إيه؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. هنا به بإيه؟ بالقرآن مش بالقراءة، وإلا كان قال بها لو الكلام على القراءة، صح؟ ده مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام البررة دول كانوا بيقروا ولا بيعملوا؟ كانوا بيعملوا الاثنين، بيقروا ويفهموا ويتدبروا، يفهموا ويتدبروا فيعملوا بالعمل.
ما هو بص علاء هو ساوى بين الاثنين، هم مش واخدين بالهم. هو قال ايه؟ الذي يقرأ القرآن في الاثنين، في الماهر واللي ده بيقرأ وده بيقرأ. بس ده ماهر بالعمل وده بيتتعتع في العمل. فده له أجرين ليه؟ ده بيقاوم نفس وشطان وبتاع، التاني ربنا هديه، هديله نفسه. برضو عايز أقول له لأخونا ده، حتى لو أنت خدتها بالمنطق ده، ما تسويش اللي مع السفر الكرام بأن له أجرين. ما ده له أجرين، بس فين؟ في مرتبة أقل من مرتبة السفرة الكرام البررة. وهاخدها لك دي إن شاء الله مع فكرني بس بحلقة قبل ما نرجع تاني لآيات التوبة. طيب. فأنا بدي المثال ده، ده مثال على إيه؟ ده مثال على إننا نقرأ ولا نفهم. كلام صحيح، الحديث صحيح، الحديث صحيح، بس لكن فهمنا الفهم مش مظبوط، مش مظبوط. طيب هاخد فاصل ونكمل أسئلة كتيرة جدا عن وسطية الأمة وعن الشهادة وعن انت بتتفتح لك اسئله شكلك كده. كل شويه سبحان الله التامل في كتاب الله بيفتح كتير من المعاني، لكن ان شاء الله نقدر يعني ناخد اكبر استفاده ممكنه من خلال وقتنا. تابعونا بعد الفصل في طريق الهدايه. اهلا بحضراتكم مره اخرى. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب سؤال بسيط اهو، ازاي اقدر اشهد على الناس؟ ايه المرتبه اللي اقدر اوصل لها؟ اعمل ايه عشان اعرف اشهد على الناس؟ وخصوصا زي ما قلنا قبل الفاصل ان الشهادة على الناس هتكون في غير صالحهم، مش هشهد لهم، هشهد على انهم جالهم المنهج فما مشيوش صح، جالهم التكليف فعصوا التكليف ومشيوا بدماغهم، هشهد عليهم وعلى تقصيرهم. طب انا اعمل ايه عشان اوصل لهذه المرتبة؟ اسئلتك النهاردة جميلة حلوة قوي. خد بالك يا علاء ان 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 لتكونوا شهداء على الناس، من كلمه على يبان كنه الشهاده هنا انها ده انت شاهد ايه؟ انت شاهد ضدهم. اثبات انت يعني. انت شاهد اثبات هنا، هو الراجل واقف خلف القضبان متهم وانت بتشهد ضده. صح. وزي ما انت قلت، ازاي اكون شاهد او شهيد، وازاي اتجنب بقى شهاده الرسول عليا؟ قال ان بعديها ويكون الرسول عليكم شهيدا. انا عايز الرسول يبقى شهادته ايه؟ ليا. وانا قلت لك من شويه اللي ليا دي مش عايزينها، ده مفروغ منها، مفروغ منها خلاص، يبقى ده في الجنه. فشهاده الرسول ليه عمله، عمله كفايه، عمله اكبر دليل على انه اتبع هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. صح. وعمل اي حد في اي امه انه اتبع الرسول، فانا مش هشهد له، انا كده هشهد على المقصر. فانت سالت سؤال، انا هضيف له سؤال، يعني ازاي انا اكون شاهد او شهيد على الناس، وازاي اتجنب شهاده الرسول؟ السؤال الثاني اجابته سهله، تتجنب ايه؟ شهاده الرسول عليك انك تتبع وتبقى من اهل الايه؟ التطبيق والعمل، لا النفاق ولا الكفر ولا الشرك ولا الى اخر هذه الصفات، فتبقى من اهل الايمان والاسلام وايه؟ والعمل. القضيه اللي انا قلتها من شويه، ازاي اشهد على الناس؟ اقرا القران واتدبر كل امه قصرت في ايه، ابقى واخد النقطه اللي انت عكستها في الحلقه دي اللي فاتت، مش فاكر يعني الفصل ده اللي قبليه، ان احنا ما تبقى يعني القران ما ذكرش الامم عشان نتسلى. الفصل اللي قبله. الفصل اللي قبله مش كده؟ يعني احنا مش بنتسلى، احنا مش بنذكر، مش بنسليك ببني اسرائيل، مش بنسليك بالنصارى واليهود لا، احنا بنحكي لك علشان ايه؟ تتجنب. احنا مش كتاب تجريح، انا عجبني الجمله دي منك، احنا كتاب حقائق. القرآن كتاب حقائق، حقائق ثابتة، ولذلك تلاقي ألفاظه كلها إيه؟ شاهد الله مثلا على سبيل المثال، واضحة العملية. القضية إن أنا أقرأ بتدبر، أفهم المعنى، ما أخدش الكلام وأنسبه للرسول وأقول لك الرسول قال وأنا فاهم المقلوب، وأنا فاهم معنى تافه ملوش معنى، ما يأديش لحاجة. وعشان كده أنا قلت لك مسألة هجر القرآن ومسألة ترك وظيفة القرآن، الوظيفة الأساسية للقرآن، إحنا حولناها، لخصنا القرآن في إيه؟ إن احنا بنهديه لبعض للأموات وعلى روح فلان وعلى روح علان، وخلاص بقت وظيفة القرآن خارج، إن أنا بعالج بالقرآن، إن أنا كل دي مش وظائف القرآن ولا أهداف القرآن ولا سبب نزول القرآن إطلاقا إطلاقا. فالمسألة إن أنا أقرأ القرآن على مراد الله. آدي آجي عند آية النفاق ما أعملش كده، اجي عند آية الكفر ما اعملش كده، اجي عند آية الشرك ما اعملش كده، اجي عند آية الايمان. يعني مثلا احنا شغالين، شوف بقى لنا 100 وكام حلقه في عباد الرحمن. على رايك انت احنا مش بنجيب، احنا بنخرج ونرجع ونتفرغ، وبناء على حتى اسئله الساده المشاهدين ليه؟
عشان نعمل كده وما نعملش كده. يعني في حاجات لازم نعمل زيها وحاجات ايه ما نعملش زيها. ادي الهدف. فاشهد على الامم ان انا ايه اعرف امه نوح قصرت في ايه، لان انا شاهد اثبات زي ما انت قلت. يعني خد بالك انا شاهد على. ويمكن كمان جالي معنى مش عارف صح ولا غلط، قول كده، ان بما ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم اولا ما فيش بينها وبين باقي الشرائع تضاد إطلاق. ولا اختلاف، ما دي بقى هتاخدها في ان الدين عند الله الاسلام، وان اي اختلاف موجود هو من صنع البشر بالظبط، او من خلال ما تعرضت له سابق الكتب على القران الكريم عن تدخلات بشريه بالظبط. لكن المفترض منطقا ان ربنا الواحد، ايوه، لا يمكن يكون له الا منهج واحد. ليه بقى؟ لو انت اقف بقى عند دي على انت اللي جيت بقى برضو، دي حته كويسه للساده المشاهدين، لان الحق لا يتعدد، يا حق ها يا ضلال. طب انا هقول لك على حاجه، لو انت صحصحت معايا قوي هتجيلها للي انت قلته ده. خدت بالك لتكونوا شهداء على الناس؟ يعني عندك كم شهيد تقريبا؟ كتير مش كده؟ شوف انت قلت ايه، كتير. شهادتهم هتختلف ابدا. ليه؟ عشان الحق واحد، لان هم جايبين من معون واحد، من مصدر واحد، من مصدر واحد اللي هو القران. يعني خد بالك ما اقدرش علاء يقرا ومحمد يقرا ويبقى علاء له مفهوم وانا ليا مفهوم. ولذلك انا بقول لك ايه، القران لو اتقرا بتركيز ولقد يسرنا. فاكر انت الراجل اللي كان قاعد لنا في كل الحلقات يقول لك لا يعني ايه مراد الله، ولقد يسرنا القران للذكر. قلت له كمل الايه. فهل ايه يبقى القضيه فين؟ فيك انت. ايوه، يبقى القران ميسر للي عايز يبذل مجهود. فهل من القضيه عشان يتيسر له القران؟ هو القران متيسر بس فين المدكر؟ انت فاهم قصدي؟ لما تسمع انت لتكونوا شهداء على الناس، تخيل في نيابه عامه على وجه الارض تقدر تقدم 1500 شاهد اثبات؟ لا صح. يعملوا ايه بالله عليك؟ هيحصل تضارب، هيحصل مش عارف ايه، كلام ده غير كلام ده، يمكن يبرؤوه. يعني النيابه جايباهم، العدد لما يكتر يحصل تضارب، صح، والشك يفسر لصالح المتهم، مش كده؟ يبقى من شطاره النيابه العامه انها ايه؟ تقلل العدد. شوف القران بيعمل ازاي بقى، شوف القوه القرانيه، بيقول لتكونوا ايه؟ شهداء. شوف امه محمد فيها كام واحد في الجنه؟ كل دول شهداء، ولا تختلف الشهاده. لماذا؟ لان المصدر واحد هو القران. والشاهد الشهيد ده، خد بالك بقى، ما هنا شهيد بقى، الشهيد ده علمه مش ذاتي، ده حتى شهادته بالتوحيد جت منين؟ من شهد الله انه لا اله الا هو. انت معايا ولا لا؟ لأ انا بأيد كلامك في ايه؟ لان الحق لا يتعدد لازم يكون الله واحد. قل فماذا بعد الحق الا الضلال، مش كده؟ ما ينفعش يبقى اتنين وتلاته، ما ينفعش، لان ادام اتعددنا يبقى في تغاير. التعدد يدل على التغاير، والتغاير يوصف التعدد. لكن لان المصدر واحد، لان الله واحد، لان الدين واحد، المساله يبقى الشهيد هنا مش هيغلط، لانه كله من نفس المصدر، من نفس التشريع، ومنهج. ورفع عليك، ومنهج واحد ومساله واحده. يعني خد بالك لتكونوا شهداء على الناس هتيجي من امه محمد، صح؟ طب الأمة دي لما جه يوصفها قال شرع لكم من الأديان؟ لا، من الدين. افتكر الآية دي، حطها بعد إذنك كده، ناخدها مع إن الدين عند الله الإسلام. قال شرع لكم من الدين، مع إن أنت علاء لو أنت لغوي وتسمع من تتوقع التبعيض، تتوقع التجزئة، كأنك هتاخد حاجة من حاجة بتتجزأ، ما هي من، صح؟ لكن شوف التوقيع القرآني بيكلم أمة محمد، بيقول شرع لكم من الأديان، لا ده مفهوم فاسد عندكم انتوا، شرع لكم من الدين. وراح جايب خمس أنبياء مرسلين، قال ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، دول كام؟ خمسة. أن أقيموا الأديان؟ أبدا. أن أقيموا الدين. يبقى صدق الله إذ يقول إن الدين عند الله الإسلام، وصدق الله إذ يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مهيمن على سائر الإيه؟ الكتب السابقة. مهيمن هنا يعني إيه؟ مش وصاية،
لا مهيمن أي تضمن كل الأحكام وتضمن كل التوصيفات والتعريفات. ليه؟ عشان انتوا أمة هتبقى أمة ايه؟ وسط. انتوا هتشهدوا على الناس. فما ينفعش اديني، انا عارف الوقت خلص بس خد لي خدني دقيقة، ما ينفعش استدعي شهيد يقوم يقول حاجة مش عند نوح، او استدعي شهيد يقول يقوم يقول حاجة ايه مش عند لوط، مش عند أمة لوط يعني، مش عند أمة داود. ما ينفعش، لازم استدعيه ويكون مصدره مصدر الشهداء دول ايه؟ واحد. إذن هذه الآية حجة ها مفروض تثبت أخوة الأنبياء والرسل طبعاً والمرسلين والشرائع السماوية ووحدانيتها الواحد القهار. مش زي بعض الناس، يعني أنا قريت بعض المستشرقين في كتاباتهم لما بيجوا ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأن القرآن مش كتاب سماوي مش منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، بيشوفوا عكس الحقيقة. أقول لك إزاي. يجي مثلا يقرأ ترجمة القرآن الكريم فيجد أن الأحكام والآيات والفلسفات التي يحتويها القرآن الكريم لما بيقرأ من بعض الحاجات الكتب القديمة في التوراة وفي الإنجيل بيجد تطابق في الفلسفة العامة، لا يمكن يبقى فيه تضاد أبدا. فيتهم محمد صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا أنه هو طب محمد ده مجرد بشر عادي، هو خد نفس اللي عمله عيسى، التعاليم المسيح عليه السلام خدها وعمل بيها كتاب بصياغة لغوية باللغة العربية وقال أنا نبي. طب ما هو ما جابش حاجة من عنده لأنه تقريبا قايل نفس الكلام. فبدل ما يشوف حكاية نفس الكلام إنها وحدة مصدر واحد لإله واحد بعت رسل مختلفين لأزمنة مختلفة، شافها إنه لا ده كان ده غش من ده. اختلاف الرسل لاختلاف الأمم، واللي بتختلف الرسالة مش الدين. يعني اللي بتختلف الديانة الرسالة، فاهم انت؟ المناهج مختلفة لكن الشرع ايه؟ واحد، لأن الله واحد. فدي قضية محسومة. خلينا نخلص لك بقى حتة الشهيد عشان لو قفلت الحلقة دي نبقى نقول الكلام ده في الحلقة الجاي. الشهيد بقى مطلقا هو الله، بأكد، من الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، من الأمم أمة محمد، أو ثم الأنبياء والمرسلين كلهم على أممهم، وأمة محمد معاهم لتكونوا شهداء على الناس. لما تبقى على الناس تبقى لصالح ايه؟ النبي او المرسل. نشهد انه بلغ انه وما بلغ. قصر مش كده؟ وانه ادى الامانه. واكبر دليل على كده مطلع البقره وخواتيم البقره، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلاء إزاي يروح يشهد مع موسى وهو مش مؤمن به، أو مع عيسى عليه السلام وهو مش مؤمن به؟ ما ينفعش. لازم علاء الأول يبقى مؤمن بإيه؟ بكل نبي وكل رسول عشان يشهد على اللي قصر من أمته. طيب الشهداء دول إيه؟ دول أولو العلم. طيب أمال بتوع الحرب بقى؟ دول قتلوا في سبيل الله ورفع عليهم الرسول اللقب، سماه شهيد. لماذا؟ حد يسأل، خلينا نصحين. ليه؟ الرسول ساوى بينه وبين اللي ضيع عمره في العلم. ده ضيع عمره في العلم في سبيل الله، وده ضيع عمره في الحرب في سبيل الله، فساوى بين الاثنين في التوصيف لا توقيع. ويمكن كمان لأن هذا المقتول في سبيل الله له خصوصية أنه علم يقينا جزاء بالتوحيد. بالتوحيد. خد بالك، أنا كنت هقول لك دي. هنا عندنا نقطة بقى في منتهى الخطورة، معرفش طبعا أكيد دلوقتي مش هيكفيها، لكن لما يجي لك المبطون غريق والشهيد والحريق غريق وشهيد شهيد. المبطون شهيد والغريق شهيد، مش كده؟ حديث صحيح، الحديث فيه كلام لكن فيه صحة. إنما هسأل سؤال، أنا هسأل سؤال، المبطون كان لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بالعبادات ولا يؤدي المعاملات، يبقى شهيد إيه يعني؟ مش فاهم أنا. باعتبار يعني المرض اللي جاله ده نوع من التكفير عن التقصير وعن ذنوبه يعني؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدي مسألة الكلام فيها ضرب من الخبل، لان انا ما اقدرش اقول ده في الجنه وده في النار. انا بشر، استحاله، لا يمكن، استحاله استحاله. لكن ما انتفهش الامور
ونطلع بيها من السطحية لدرجة ان واحد قاعد يقول ايه خلاص ما انا ممكن اموت مبطون ولا غريق ولا بتاع فتبقى العمل ابقى في الجنة والناس كلها مستسهلة الجنة من غير شغل من غير عمل. وعلى ذلك وعلى هذا يبكي العارف. ليه؟ الكلام في القرآن يبدو سلس خالص، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إحنا فهمنا يعني أولو العلم وبقى أولو العلم إزاي؟ فاكر زماني علاء في الرحمن لما قلت لك عايزين ننام ونبقى علماء؟ ما ينفعش ما ينفعش، ده أنت عشان تبقى من أولي العلم لازم تعمل إيه؟ حط خطوط. ما أنا أبقى من الملائكة ده مستحيل، لكن أقدر أبقى من أولي العلم؟ آه طبعا أقدر. سهلة ولا صعبة؟ والله بالعمل سهلة. العمل يا علاء يسهل أي شيء، لكن إياكم 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 أن نقف عند القول، أن نقف عند التمني، أن نقف عند الأماني، ده كلام فارغ. جزاكم الله كل خير. الله يحفظكم. مجموعة أسئلة حبقى إن شاء الله يعني يسمح لي نبلورها القادمة إن شاء الله نبلورها عن حكاية التكرار لا إله إلا هو وشمعنى العزيز الحكيم. أنت بتنساش حاجة على فكرة، أنا عايز أفوت حاجات وأنت بتنساش حاجة. لك الفضل من الله على فكرة، مش أنا عشان ساطر يعني، هو ربنا اللي بيذكرني لفايدة الناس. لأن كلام طب ده سؤال مهم برضو، أنا كنت عايز أفوت نقطة بس أنت كده هتدخلني فيها، لكن إن شاء الله برضو إيه هقول لك المسموح بي. كلامنا رزق كلامنا رزق للسامعين، فيعني ربنا هو اللي بيفتح. فان شاء الله نجاوب عن هذه الاسئله كلها في اللقاء القادم، خصوصا واحنا هنخش على الايه اللي بعد كده وتفسيرها المهم جدا، ان الدين عند الله الاسلام. ويمكن حتى بيتزامن يعني الكلام عن هذا الموضوع مع عقد مؤتمر لرابطه خريجي الازهر في القاهره في الفترة الأخيرة، وكان في الحوار مع الغرب ضوابطه ومفرداته وحدوده، وفي حوارات يعني كثيرة جدا بين أتباع الرسالات المختلفة، حوار ما بين أتباع الديانات من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين. وعلى فكرة بيحصل فيه دايما نفس هذا الكلام اللي احنا بنقوله، اللي بيطلع الناس تكذب تقول لا نبوة محمد دي مش دقيقة ومش صحيحة، انما هو رجل يعني نسخ ما جاء به عيسى، خد تعليم الانجيل وكتب حاجة شبهها باللغة العربية وسمى ده قرآن وادعى انه من عند الله. بتلاقي فيه برضو صراعات ما بين افكار ومعتقدات كثيرة جدا. ليه بقى احنا بنتكلم في هذه المواضيع وبنحاول نوضح؟ حاول نقطتين اختم بيهم ونبدأ بيهم ان شاء الله الحلقة الجاية. الموضوع الاول وهي هدف التناول. القرآن الكريم زي ما قلت لحضراتكم مش كتاب صدام يدعو الى الصدام بين ابناء البشر، ولكن هو كتاب بيحكي فيه المولى سبحانه وتعالى من القصص القرآني وانباء الامم السابقة حتى يتعلم الجميع، مش بس الإسلام والمسلمين، الجميع من أخطاء السابقين، اللي بيكذب اللي بيعدد اللي خدوا بالكم. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي هذه القصص مش عشان هو حاشاه مضطهد أمة بعينها أو فلان، كل واحد زي ما احنا بنقول كده في مصر متعلق من عرقوبه، أحسن العمل الجنة، أساء العمل يبقى النار. الحاجة التانية إن مع ازدياد الدعوات، لان يبقى في حوار ما بين الحضارات وحوار بدلا من الصدام، وحوار ما بين اتباع الرسالات والديانات، ده يخلينا نقول يا ريت في مجتمعنا المصري نتحلى بنفس هذا القدر العالمي من فكره قبول ان يبقى في حوار، وان لما يبقى في حوار علمي او ايات معينه موجوده في الكتب تناقش نقاش علمي، ما يبقاش في اتهامات على طول ان ده اتهام لعقيده الاخر، او ان ده تشجيع على فتن طائفيه، او تشجيع على ان ابناء الوطن الواحد يقوموا على بعض في حرب ضروس، لان مش هو ده الهدف ومش هو ده الطريق المستقيم اللي بيدور عليه اي انسان بيدعي انه يلعب دور اصلاحي في مجتمع يتمنى له دائما الأمن والأمان. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. إن الدين عند الله الإسلام يعني إيه؟ كلام كتير ومفاجآت كتير هنقولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نشوفكم على ألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.